للتعليق أكتر على الموضوع ينضم لينا عبر سكايب الدكتور مصطفى جويش وكيل وزارة الصحة الأسبق. دكتور مصطفى أهلا بك. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. يعني مخدر بدأ ينتشر في البلاد يا دكتور، اللي بيتم تصنيفه على أنه جدول أول مخدرات، وبيعتبر من المواد المنبهة وليست المواد المخدرة، ورغم ذلك هو الطريق الأسرع لقتل المواطن والمتسبب في انتشار جرائم غريبة. أين دور وزارة الصحة في انتشار هذا المخدر والمادة القاتلة بين الشباب؟ بسم الله الرحمن الرحيم. تعزيز لحضرتك والجميع السادة المشاهدين. هو الحقيقة هنا دور وزارة الصحة هي يعني يكون أساسا في زيادة مراكز الإدمان. عندنا في وزارة الصحة إدارة مفروض لمواجهة الإدمان وتبع إدارة الصحة النفسية، فبيكون دورها هو زيادة تلك المراكز. كما حاليا أكثر من 60 مركز على مستوى الجمهورية في 27 محافظة، إن هو ده الدور تعزيز هذا الأمر، عمل النشرات التوعوية من خلال يعني التثقيف الصحي، من خلال الإدارات الصحية، الندوات المجتمعية تطلع لها بيانات أو منشورات تحذر من خطورة هذا المرض، بالإضافة إلى لابد من التعاون من أكثر من وزارة. يعني ده ليس دور الصحة لوحدها، هو محتاج الصحة مع التضامن، موضوع التضامن اللي بتقول إن عندنا المعدلات زادت جدا في الفترة الأخيرة المخدرات بصورة عامة. الأمر الثاني وزارة الشباب والرياضة، شغل الشباب في أنشطة رياضية. الدور الأكبر وزارة القوى العاملة لمنع البطالة والقعدة الخلاء والفضاء وهذا الأمر، بالإضافة إلى دور الإعلام بصورة عامة للتوعية. يعني والحقيقة دي مشكلة قومية تحتاج تضافر جهود جميع الوزارات وليس الصحة مفردة أو الداخلية مفردة. طيب، لأن والحقيقة أي تفضل. طيب دكتور، يعني هذا المخدر بما له من تأثير قاتل على الفرد والمجتمع ما زال يصنف على أنه مادة منبهة. ما هو هذه المادة أو ما هو الشابه وما تأثيره على جسم الإنسان يصل به بالنهاية أنه يقتل ولاده أو يقتل أبوه وأمه أو يحاول يقتل نفسه زي ما حصل في بعض الجرائم؟ هو الحقيقة فكرة فعلا هو المادة الأساسية اللي هي الميتامفيتامين، دي مادة منشطة أو مادة منبهة، ولكن هو اللي بيحصل إن هي تلك المادة لو ضاف عليها بعض المنتجات التانية بتتحول إلى هذا التأثير الشديد على الجسم، وإشكاله إنه بيبدأ يعمل إدمان من الجرعة الأولى. يعني مش حاجة اسمها جرب يعني بقى مدمن، فبالحالات دي إنه بياخد الجرعات بتاعته بيبدأ يخش في نوع من العدم، يعني النشاط الزايد، القدرة سريعة الكلام كتير، الحركة المستمرة رغم الاكتئاب، الضغط الدمي بيرتفع، حدقة العين بتكون واسعة، بيخش بعد كده في نوع من الهلوسة. هي دي فكرة حال المخدر اللي هو حجب العقل أو غياب العقل عن التفكير السليم المنضبط حسب الأصول اللي الناس متعارف عليها. فأي مادة بتخرج الإنسان هذا الشعور تعتبر مخدر أو حجب للعقل عن سلوكه السليم، حتى وإن كانت مادة منبهة. مثل الشباب كان لما يحطوه في قائمة المخدرات لأنه الإنسان لا يستطيع التحكم في تصرفاته، بيتكلم على طول، بيتحرك حركات فجائية، ممكن يقتل، يعمل أي حاجة في أي مكان، ممكن حتى يقتل نفسه، يخش في نوع من الاكتئاب، لو خد قرعة أكبر شوية ضغط الدم بيرتفع، ممكن يحصل انفجار في شرايين المخ. الحاجة دي كلها أمور اللي بتخلي تلك المواد اللي بيسموها المخدرات المصنعة وليست المخدرات المزروعة طبيعيا زي الأبيون أو الهيروين أو الماريجوانا أو الحشيش وما إلى ذلك. ده خطورة. الحقيقة الخطورة الثانية سهولة التداول، لأن هي المادة أصلا موجودة في السوق، بيستخرج منها بعض أدوية البلد اللي هي مادة الإفيدرين تحديدا، فده أحد المشتقات، فبالتالي بتكون خطورة إن هو داخل كمادة دوائية ولكن بيسوء استخدامه، التصنيع أصبح سهل. وبالتالي الحاجة الثانية، الكميات البسيطة جدا بتعمل هذا التأثير المرعب أو المدمر لحياة الإنسان وحياة الذين من حوله. طيب دكتور، يعني أكثر من 90% من المادة المتداولة بين الشباب أو بين محافظات البلد النهاردة مصنعة محليا في بعض مصانع بير السلم. يمكن وزارة الداخلية أعلنت قبل كده القبض على تشكيل عصابي بيوزع هذه المادة في دشنة، أعلنت القبض على مصنع في محافظة الجيزة. ما مدى خطورة تصنيع هذه المادة
ايضا في اماكن غير مخصصه او في اماكن تحت بير السلم اللي بيزيد من خطورتها ومن تاثيرها السلبي على المواطن. الهينه قابلنا يمكن خطين في منتهى الاهميه. الخط الاول انه بيتم التصنيع في اماكن سيئه طبعا في نوع من السريه والتكتم والاخفاء، فبالتالي لا يخضع لاي معايير صناعيه كدواء، زائد بيتم خلطه بمواد اخرى حتى يتم تحقيق مكسب كبير للي بيعمل تلك المواد. الحاجه الاخطر انه ممكن يتاخد عن طريق الشم او عن طريق البلع او عن طريق الحقن الوريدي، فبالتالي لما ندي حقن وريدي لمواد غير مصنعه بطريقه معقده وطريقه سليمه، كده بنحكم بالموت على من يتعاطى تلك العقاقير ايا كان نوعها لانه معمول بطريقه غير امنه. الحاجه دي كلها مشاكل، لكن في نفس الوقت التصنيع اصبح سهل والتداول بتاعه اصبح سهل، وده بيزيد من اهميه تضافر جهود جميع الجهات المعنيه بهذا الامر، سواء كانت الشباب او الصحه او التضامن او الداخليه او التوعيه او حتى الاسر. وهنا بنوجه يعني النصيحه لاولياء الامور يلاحظوا اولادهم اي تغير في حدقه العين، حدقه العين واسعه، انه عامل هياج، نعمل الحركات الغير منضبطه، نعمل الاكتئاب، كل تلك الامور ممكن تتلاحظ في بدايتها حتى يتم يعني الملاحظه الجيده للاهل والاقارب والاولاد والابناء، وبالتالي بيتم الكشف المبكر عن هذا المخدر الخطير. طيب دكتور، يعني من الحاجات الخطيره ايضا اللي يعني عرفتها عن هذا الموضوع هو استخدامه طبيا في بعض مراكز التخسيس. بعض الممارسين في مجال التخسيس بينصحوا السيدات او الشباب اللي عايز يخس بتعاطي هذه المادة، لأنها بالنهاية بتؤدي العزوف عن الطعام وإنقاص في الوزن. ما مدى أيضا خطورة هذا الموضوع أو خطورة استخدام هذه المادة في مجال التخسيس؟ ما هو هنا دي أحد الطرق اللي بيستغلها مروجي تلك المخدرات لجذب الزباين أو جذب الجمهور، يقول له هتخس ويبدأ يديه جرعات قليلة، وبالتالي أيوه في الأول بيسد النفس، لكن الأعراض المصاحبة ليه بتكون أعراض كاشفة ولابد من التنبؤ ليها. وده بيؤكد تاني على الدور الرقابي على تلك المراكز اللي هي المسجله او على المواقع اللي على النت اللي بتتكلم حول تلك الامور. يعني الموضوع بالحقيقه كله محتاج مراقبه وتدقيق، زائد التوعيه الصحيه والتوعيه المجتمعيه حتى يتم يعني تقليل عدد المدمنين قدر الامكان، خاصه انه زاد في الفتره الاخيره، يعني كان 7% في العام الماضي، هذا العام اصبح 17، يعني لما يزيد 10% بسنه نسبه خطيره جدا. ولو جينا نشوف وزاره التضامن عامله الحقيقه التوزيع العمري لتلك المخدرات، اتضح انه زايد في مرحله الشباب، ودي نقطه في منتهى الخطوره. مع كده ان فقدنا الطاقه الانتاجيه في المجتمع، وعايش المجتمع كله في حاله من الهلوسه والهذيان، زاد انتشار الجريمه، وهذه اصبحت مشكله مجتمعيه صحيه بتهم المجتمع كله ان يواجهها بكل قوه. ويمكن حضرتك لما نتناول هذا الموضوع في برنامج محترم زي برنامج حضرتك، يعتبر نوع من التوعيه للناس، توعيه لاولياء الامور، توعيه للاسر، توعيه للمجتمعات، حتى يتم التنبه للمتعاطي واكتشافه مبكرا، وبالتالي يتم توجيهه الى مراكز علاج الادمان، لان العلاج لابد يكون داخل مركز متخصص من خلال ما يسمى بالدعم النفسي والسلوكي، وبعض الادويه بتتاخد لا بد من تحت اشراف طبي، وكل ما كان مبكر في البدايه كل ما يكون الشفاء منه اسرع باذن الله. طيب دكتور، ماذا بعد الادمان؟ ماذا بعد الشاب اللي بيجي رجله في المحظور، اما عايز يجرب او عايز يحس ان هو شاب او عايز تخس، او ماذا بعد هذا الادمان؟ هل في طريق للعلاج؟ يعني البعض بيقول ان الطريق ربما يكون صعب، شفت بعض كلام الأطباء بيقولوا إن الشفاء مستحيل لأن بيتم تدمير بعض الأجزاء وبعض الأجهزة في الجسم. ما مدى يعني ما مدى نجاح الاستشفاء أو الخروج من هذا الإدمان يا دكتور؟ هو دايما الاستشفاء أو العلاج بمثل تلك أنواع من المخدرات المصنعة، سواء كان الشابو أو الاستروكس أو ما إلى ذلك، لابد يكون في الكشف المبكر، يعني الاكتشاف المبكر لتلك الادمان، ثم العلاج تحت اشراف طبي متخصص، بيبدا باجراءات نفسيه وعلاج الدعم النفسي، لانه دايما المدمن لاي نوع لو ما كانش عنده الرغبه في العلاج او الرغبه في الشفاء، من الصعب جدا انه يتم شفائه. وده فكره الدعم النفسي الطبي السلوكي من المتخصصين
بمراكز متخصصه، ولكن تكون البدايه الحق في الاول هي اكتشاف الاهل او الشك في مجرد ان هذا الانسان بيتعاطى هذا النوع، بيبدا يعني جلسات اقناع الاول ان هيضره، بعدين يقتنع انه عايز يبطله. طالما بدا يقتنع بالرغبه الاكيده او العزيمه على التخلص منه، بتبدا الخطوات الصح. لكن طالما هو بيرفض العلاج، فبالتالي من الصعب انه يوصل للعلاج، بيوصل للمضاعفات، يا اما انه يبدا يرتكب الجرائم بدون وعي، او يبدا عنده ضغط الدم او التاثير على الشرايين او على الحاله النفسيه، يا اما يؤدي الى الوفاه او الى الانتحار بسبب الاكتئاب اللي بيجي في نهايه المرحله لا قدر الله. لكن العلاج موجود يا دكتور، والطريق مش مقفول، يعني يقدر مدمن الشابو انه بقرار وبعزيمه انه يقلع عن هذا المخدر. جميع انواع المخدرات من علاجها ممكن، ولكن باقناع المدمن في البدايه انه يكون عايز يتخلص من هذا الادمان. هي دي الحقيقه النقطه البدايه الصعبه، ان هو يصل الى ايدي متخصصه امينه تبدا باقناعه، والخطوه اللي قبلها ان المخالطين له يكتشفهم او يشكهم انه ممكن يكون مدمن، وبالتالي بيبدا هنا العلاج في خطواته السليمه، ولكن يفضل طبعا تحت يعني برعايه متخصصه في الطب النفسي وفي علاج الادمان. شكرا دكتور مصطفى جويش وكيل وزاره الصحه الاسبق على هذه الاضافه. اذا طريق العلاج موجود، يعني الشاب وان كان بدا ينتشر في محافظات الجمهوريه مع الاسف في محافظه او في محافظات الصعيد واصبح ظاهره، الا ان حسب تاكيدات الدكتور مصطفى جويش الطريق ما زال مفتوح وفي امل اي حد مصاب، بشرط او يعني على اعتبار ان يتم الكشف عن هذه الاصابه وهذا الادمان مبكرا. كلام لاولياء الامور، للامهات والاباء، خلوا بالكم من ولادكم، حاولوا تتابعوهم بيقعدوا فين، بيروحوا فين، بيقعدوا مع مين، بياخدوا ايه، بيتعاطوا ايه، لان بالنهايه الكشف عن المخدر في البدايه هو احد اهم وسائل العلاج.